طيب اليوم حنكمل يا جماعة بالسبلاي تري، وبعدين حندخل على خوارزمية ثانية اللي هي البي تري، وهيك احنا بنختم الموضوع التريز كلهم. السبلاي تري اخذناها المحاضرة اللي راحت، هي نفس الاي في ال تري لكن في فرق، او قريب على الاي في ال تري بس في فرق رئيسي بينهم. من نتذكر ايش هو الفرق او ايش الفكرة الرئيسية من السبلاي؟ حدا متذكرهم؟ طيب السبلاي هي بحكي لي انه عند اي شيء انا بدي اعمله بالتري لازم ارجع هذا العنصر ل يكون هو الروت. فعلى سبيل المثال لما يجي يحكي لي دور لي على رقم 4 او فايند 4، اول شغله لازم ارجع الاربعه على الروت وبعدين ارجعها. بدي احكي له ديليت 4 بدي ارجع الاربعه على الروت وبعدين احذفها. انسرت لعنصر جديد، الانسيرشن هنا بده يضيفه وبعدين بده يعمله يرجعه يكون روت، تمام؟ فبالتالي انا هنا عندي السيرش والديليت والانسيرت، اي شيء بده يعمله لازم يرجعه للروت. كيف بده يرجعه للروت؟ بده يرجعه للروت عن طريق روتيشنز. وهنا خلينا نعمل مراجعة سريعة على الروتيشنز. هم روتيشنز هنا قريبين على الاي في ال تري مع بعض الفروقات البسيطه. هنا حكينا انواع روتيشنز الرئيسيات اللي هي زيج روتيشن، اللي هي روتيشن فقط لتو نودز. على سبيل المثال زي هيك لما نيجي احكي لي هنا مثلا سبلاي 4، سبلاي 4 يعني فايند 4، الاربعه لازم ترجع تصير روت. هنا هي بس لها تو نودز، فبعملها انا روتيشن رايت. روتيشن رايت طبعا راح تشبك الاربعه مع السته وتصير الاربعه فوق وتصير عندي بهذا الشكل. طيب اجي هنا النكست مثلا، هنا بالعكس هنا سبلاي 6، الست هايها على على الرايت، فبدعمل عليها ليفت روتيشن حتى تصير هي الروت، هاي بنسميها زيج روتيشن. طيب في عندي الزيج زيج روتيشن، الزيج زيج روتيشن اللي هي قريبة على السنجل ليفت روتيشن لكن في الاي في ال 3، لكن هنا مش سنجل، هي دبل. الدبل والدبل بيكون كالشكل التالي. هنا بحكي لي الزيج زيج روتيشن على سبيل المثال لما يجي يحكي لي هنا سبلاي 3، هاي 3 3 راح ابلش، هي ما هيش بعيدة عن الروت، فراح ابلش اثنين اعلى منها، فراح ابلش هاي وهاي، هذول ايش ترتيبهم؟ ليفت ليفت، فهنا انا بدي اعمل رايت رايت روتيشنز. بس انا بدي انتبه هنا في الدبل روتيشن انه روتيشن راح يبلش من عند الجراند بيرنت في البدايه وبعدين من عند البيرنت، يعني روتيشن انا ما بعمله بين الثلاث والاربعه وبعدين بين الثلاث والخمسه، لا ركزوا، روتيشن بعمله هنا بين السته والاربعه بعدين بين الثلاث والاربعه. يعني هنا لما اجي اعمل روتيشن بين السته والاربعه شو بده يصير هنا عندي؟ بدها الاربعه تشبك مع السته، فراح تصير زي هيك، هاي ستة وهنا عندي الأربعة وهاي منها السبعة. طيب هاي ست، عفوا هي الخمسة اللي راح تشبك مع الستة، هاي الخمسة شبكت مع الستة وبتطلع عندي الأربعة فوق زي هيك، هاي أربعة ومنها الثلاث. هاي عملت روتيشن بين الأربعة والستة. الآن روتيشن حيظل بين مين ومين؟ بين الأربعة ثلاثة والثلاثة وأربعة بالضبط، ثلاثة ثلاثة وأربعة الأربعة هتصير بالشكل هذا. فانا بديش اخربش بينهم، انه الروتيشن هنا الزيجزاج روتيشن ببلش من الجراند بيرنت بعدين من البيرنت روتيشن. طيب طبعا على الجهه الثانيه نفس الشيء بده يصير عندي، هنا لو جيت سبلاي 7 نفس الشيء، هنا سبلاي 7 هاي 7 بدي اعمل بين السته والاربعه، فهنا عندي اللي علفت السته بدي يروح على رايت الاربعه، بعدين السته بتطلع لفوق والاربعه بترجع بتشبك مع رايت السته، وبعدين برضو بعمل بين السبعة والستة، فبتصير عندي بهذا الشكل. طيب طبعا الزيج زيج هي نفسها، ليفت او رايت روتيشن هي نفس الشيء، بنسميهم زيج زيج روتيشن. بالنسبة للزيج زاج روتيشن، زيج زاج روتيشن اللي هو في عندي ليفت رايت او رايت ليفت، اللي هي الدبل روتيشن، نفس الدبل روتيشن بالاي في ال 3. انا بحكي لي اكزاكتلي لايك اي في ال 3 دبل روتيشن. هنا على سبيل المثال
لما يجي يحكي لي سبلاي 5، اجي اطلع على 5. 5 هي على طريقها للروت، بيجي عن طريق ايش؟ ليفت ورايت. هنا عندي اللي هي على ليفت الستة وبعدين على رايت الأربعة، فبالتالي هنا عندي ليفت روتيشن. هنا الروتيشن راح ابلش من النود نفسها، عكس الزجزج. الزجزج انا بلشت من عند جراند بيرنت، هنا لا، راح اعمل روتيشن بين الخمسة والستة بعدين الخمسة والأربعة. فأنا بين الخمسة والستة راح تعطيني هذا الشكل، هاي راح تصير زي هيك، خمسة بتقلب وستة بتنزل لتحت، وبصير عندي زي هيك خمسة ستة سبعة. الآن باجي بعمل إيش؟ ليفت روتيشن بين الخمسة والأربعة، وتصير عندي زي هذا الشكل. فهذا الروتيشن إيش اسمه الروتيشن اللي سميته؟ رايت ليفت روتيشن، أو الليفت رايت ليفت رايت روتيشن. انه اول شيء عفوا رايت ليفت روتيشن، انا عملت رايت بعدين عملت ليفت، رايت ليفت روتيشن. طيب في عند العكس اللي هو ليفت رايت روتيشن، هنا مثلا حكى لي سبلاي 5، هاي 5 ال5 شو بدي اجي فيها؟ بدي اعمل اول شيء ليفت روتيشن بعدين رايت روتيشن. راح اعمل هان ليفت روتيشن، حتصير زي هيك الخمسه وبعدين الاربعه، وبعدين هنا بدي اعمل رايت روتيشن، راح تصير بهذا الشكل. فهاي زيج زاج روتيشن، سواء هي ليفت رايت او رايت ليفت، هي زيج زاج روتيشن. وهاي انا راح اكرر هاي الروتيشن لحد ما النود اللي انا بدور عليها لازم تصير هي الروت. طيب هنا حكى لي على سبيل المثال، حكى لي سبلاي واحد، وين واحد؟ هاي للنود. ايش الروتيشن اللي بدي اعمله هان؟ لفت لفت الرايت رايت قصدك، هي ليفت ليفت، فانا بدي اعمل رايت 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 رايت. والرايت ببلشه من وين؟ من عند جراند بيرنت، يعني هاي النود للعشرة. بالضبط، هاي النود وهاي البيرنت تبعها وهاي الجراند بيرنت. انا هنا اول شيء راح اعمل بين البيرنت والجراند بيرنت هان بهذا الشكل. فهنا اللي على يمين السبعه بده يروح على شمال العشره، فهنا التسعه بتشبك هان، وبعدين السبعه بتطلع لفوق والعشره بتنزل على رايت السبعه زي هيك. هي هنا التسعه راحت على العشره، وبعدين طلعت السبعه لفوق وشبكتها، شبكت على يمين العشرة، شبكته على يمين السبعة. هذا أول ليفت رايت روتيشن. الآن في عندي هي الواحد، أنا عيني على الواحد بدي أعمل عليها سبلاي، بدي أرد أعمل عليها كمان رايت روتيشن. رايت روتيشن راح تصير إيش عندي؟ تطلع الواحد لفوق، واللي على السبعة واللي دونهم بضل زي ما هم. راح تصير عندي هاي روتيشن، أنا بدي أعمل هسه عندي بين الواحد والسبعة، حيصيروا عندي زي هيك. فهيك لو حكى لي فايند او سيرش للنود واحد لازم تصير بالشكل هذا، بعدين برجع له اياها. هذه هي عمليه السبلاي. طيب الان هنا حكى لي سبلاي 20 ان ذا فولوينج تري، 20 بدي اجي اطلع انا وين 20 هيها. قبل ما ارجع له اياها لازم ارجعها على الروت، حتى ارجع الروت شو بدي اعمل؟ زيج زيج روتيشن صح؟ اللي هو بدي اعمل ليفت روتيشنز، او روتيشن بعمله بين الجراند بيرنت والبيرنت اللي هو بين العشرة وال15. ال15 هاي الحالة ال13 انا بدها تصير مع العشرة زي هيك، وبعدين بطلع ال15 لفوق وبخلي العشرة على يمين ال15، هاي العشرة بترجع على يمين ال15. فهي الروتيشن راح يكون بالشكل هذا. هيها انا هنا عم بدور على ال20، هاي ال20 هان، راح اعمل اول شيء بين ال15 وال10 راح يصيروا بالشكل هذا. الان ضل بدي اعمل بين ال20 وال15 كمان ليفت روتيشن. هنا كمان مرة بين ال20 وال15 حتخلي عندي شكل تري زي هيك. هنا طلع كيف التري؟ احنا حكينا هي مش في المحاضرة اللي راحت،
يا مش باينري سيرش تري، تمام؟ ليش؟ لانها لا عفوا، هي باينري سيرش تري لكنها ايه دي ال 3؟ مش ايه، لا عفوا، احنا هي باينري تري لكنها مش باينري او مش بالانس باينري سيرش تري، هي مش 100% بالانس، هي تقريبا بالانس. ليش؟ لانه احيانا بعد ما اعمل روتيشنز راح يخلي البالانس عندي شوي، تمام؟ راح يختلف البالانس عندي، فهي مش توتالي بالانس التري، ما هيش بالانس 100%. لكن الفكره الرئيسيه منها انه انا ايش؟ الداتا اللي انا بدور عليها بشكل او اللي يعني بعمل لها سيرشنج بشكل متكرر بدها تكون عندي وين؟ على التوب. بالضبط. هي بتفترض انه في داتا معينه انا كثير بدور عليها، فهنا بحكي لي ايش بتوصل وديها على التوب. وديها على التوب، فبالتالي الداتا الاكثر استخداما بتكون هي على الروت او حوالين الروت، فانا بتعطيني سرعه في الاكسس للداتا. طبعا هذا طبعا حسب الابلكيشن، انا شو الابلكيشن عندي، شو اللي بده اياه. طيب هنا حكى لي سبلي 10، خلينا نشوف وين العشرة. هاي العشرة، العشرة هذه شو لازم اعمل عندها؟ زيجزاج روتيشن، انه بدي اعمل ليفت روتيشن، تمام؟ فبدها تصير هنا 10 وهنا 7، وبعدين بدي اعمل زاج روتيشن هان بين العشرة وال13. خلينا نشوف كيف راح يصيروا بعد الاثنين هذول. فهي عندي اول روتيشن، حكيت انا بدور على العشرة، هعمل رايت روتيشن، حتصير بالشكل هذا، هي العشرة وهي السبعة. الآن بدي اعمل كمان ليفت روتيشن بين العشرة وال13، بين 10 وال13، يعني راح تصير ال13 على اليمين وال7 على الشمال وتنتصف ال10 زي هيك. هاي راح تنزل وهاي تطلع وهاي تظل مكانها، فراح يصير عندي الشكل زي هيك. هاي انا عيني على 10، عملت زيجزاج روتيشن، هاي ال10 وصلت الروت؟ لا. اذا باجي بكر بدور على ايش روتيشن اعمله، هل حاعمل زيجزاج روتيشن ولا زيجزاج روتيشن ولا زيج روتيشن؟ ذكر الفيشن مش بالضبط زيج روتيشن، لانه انا بيني وبين الروت خطوه واحده او ارتفاع واحد، فبعمل 1 روتيشن 1 رايت روتيشن بين العشرة وال14. طبعا هنا ال13 حتصير مع ال14 زي هيك، وال10 بطلعها لفوق وبشبك ال14 منها وتحت. هي هيك عند اخر روتيشن، هاي بين العشرة وال14 صار شكل التريك زي هيك. طبعا اي اثناء الانسيرشن نفس الشيء، لو انا بدي اعمل انسيرت بدي اعمل بنفس الطريقه. يعني على سبيل المثال هان لو اجا حكى لي ضيف لي 5، هان اجا مثلا على هاي التري حكى ضيف لي 5 انسيرت 5، فهان شو باجي بعمل؟ الفايف اقل اقل اقل، بتيجي الفايف هان، بعد ما تيجي هان الفايف وين لازم تروح؟ ترجع على الروت. فانا بدي اعمل روتيشن 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 لحد ما الخمسه تصير هي الروت. طبعا نفس الفكره، يعني الانسيرشن ممكن يجيكم عليه اسئله، بس هو يعني نفس الروتيشن اللي بدي اعمل، نفس فكره الفايند. الفايند او عند الانسيرشن، الانسيرشن راح اجي اضيف الخمسه واعملها بعدين كل ما يلزم من الروتيشن حتى تصير لفوق. اجي مثلا بعديها حكى لي، او على خلينا نحكي هنا على نفس التري، مثلا اجاني سؤال ثاني ضيف لي 12، 12 وين تيجي؟ اقل اكبر اقل، هاي ال 12 هان، الان بدي ابلش ارجعها على الروت. فانا بدي اعمل زيج زاج روتيشن وبعدين بعمل زيج روتيشن لحد ما تصير 12 هي الروت. هيك بده يكون شكل بعدها، بده يصير شكل تري النهائي عندي. طيب عند الديليت شوف شو بحكي لي الديليت، الديليت نفس الفكرة بحكي لي perform deletion by accessing the node to be deleted، راح اوصل للنود اللي بدي احذفها. This puts the node at the root. إذا النود اللي بدي احذفها أول شيء بدي أعملها سبلاي تصير إيش؟ الروت. بعدين راح إيش أجي أعمل؟ If it is deleted get to subtree، لما أحذفها راح أستبدلها في مين؟ يا في البريديسيسور أو بالسكسسور. خلونا نشوف مثال على الديليت.
اسمي مثال حكى لي ديليت 16 ها 16 وين 16 هاي؟ قبل ما احذفها لازم ارجعها على الروت. حتى ترجع روت انا اول شيء بيلزمني بدي اطلع تو نود اعلى منها، هاي النود وهاي النود. ايش نوع الروتيشن اللي بدي اعمله؟ زيج روتيشن، اللي هو حيكون عندي ليفت ليفت، راح اعمل بين 14 و 13. طبعا بالامتحانات انتبهوا بالاسئله ما تخربشوا، تيجوا عاملين روتيشن من تحت بين ال 16 وال 14 في الاول، اذا عملتوا هذا الروتيشن التري غلط، كل حل يطلع غلط، كل حل يصير مبني بشكل غلط. انا بدي اركز بين الجراند بيرنت والبيرنت، هاي بس في الزيجزيج روتيشن. في الزاجزاج روتيشن لا، نفس الاي في ال تري. فانا هنا بدي اعمل بين البيرنت والجراند بيرنت، فهنا بتنزل عندي بتصير 14، وال 13 بتنزل هنا على يمين ال 14. وبعدين بدي اعمل بين ال 16 وال 13. فاذا هنا هاي اول روتيشن حكيت راح اعمل بين ال 14 وال 13، راح يصير شكلها زي هيك، هاي 14 نزلت 13 على يمينها. الان بدي اعمل بين مين ومين؟ ال 16 وال 14 الخطوه الثانيه. هاي الخطوه الثانيه، هاي عملت الان بين ال 16 وال 14، صارت 16 هان. خلصت؟ لا لسه ما خلصت، بدي اعمل كمان زيج روتيشن حتى ال 16 يصير هي الروت. فانا طبعا شو بده يصير؟ ال 14 هذه كلها راح تشبك مع هان، وال 12 راح تشبك مع ال 16. راح يصير الشكل النهائي عندي زي هيك. هيها هي اخر روتيشن عملته انا بين ال 16 و 12، خلى شكل الروت عندي هيك. الان بدي احذف ال 16، فراح تنفصل عندي التري. هاي لو حذفتها راح يصير عندي ليفت سب تري وفي عندي رايت سب تري، صح؟ كيف عمليه الاستبدال؟ الاستبدال بدها تكون بين ايش؟ اما اني ادور على البريديسيسور اللي هو ايش؟ الماكسيمم ليفت، او السكسيسور اللي هو المينيمم رايت. فهان هي جيت حذفت ال 16، صار عندي 2 سب 3 على اليمين وعلى الشمال. على سبيل المثال لو انا بدي ادور على البريديسور، البريديسور هنا عندي مين بده يكون؟ 15. الماكسيمم اون ذا ليفت 15. كيف بدي استبدل ال 15؟ لازم اعمل له سبلاين كمان مره. فبدي اعمل هنا زيج زيج روتيشن بين هي هيك عندي الخط. فهنا بدي اعمل بين 14 و12، بعدين بدي اعمل بين ال 15 والرقم اللي حيكون اعلى منها. طيب اذا هنا راح اعمل على الليفت، راح اعمل زيج زيج روتيشن، هيها هي هنا ال 15، عملت بين ال 14 و 12 صارت زي هيك، هي 14. الان بدي اعمل بين ال 15 وال 14، راح يصير شكل التري عندي بهذا الشكل. اذا ال 15 اللي هي البريديسيسور صارت الروت. الان بشبك اليمين، اليمين مين ضل عندي؟ السبعه كانت واقفه صح؟ فأنا باجي بحكي السبعه هاي اللي كانت واقفه، باجي بعمل لها كونكت مع الرايت ال 15، وهيك انا بكون نفذت عمليه الديليشن. هاي الشكل النهائي راح يكون زي هيك. هذا بالنسبه للديليت. اذا انا عندي الفايند بدور على العنصر وبرجع للروت، الانسرت بضيفه بعدين بعمل له روت روتيشن يرجع الروت، الديليت برجعه على الروت، بعدين بستبدله ب اما بالبريدسيسور او بالسكسسور. طبعا لما اجي بدي استبدل بالبريدسيسور معناها لازم اعمل روتيشن على البريدسيسور لحد ما يصير الروت، وبعدين بعمل كونكت للتو سب تري. اي سؤال يا جماعه؟ هان احنا هيك بالنسبه للسبليت تري ممكن وقت يعني بنكون انهيناها. حد عنده سؤال؟ دكتور بالامتحانات بتحاسبوا على المسميات زقزاق وزاق؟ يعني ممكن يجيك يكمل او يطلب منك الزجزاج، يعني اذا مش عارفها كيف بدك تحلها. لا يعني إذا واحد إذا بخربش مثلا بحكي زقزاق وبعمل زقزاق مثلا.
لا انا بتختلف انا يعني اذا العمليه صح غالبا ما ينخصم عليه علامات، لكن اذا في شيء بالمسميات او طلب منك انه وضح ايش الروتيشن هاي اللي انت عملتها، بهنا بدك تكون حذر. هما ما فيهم خربشه تمام، هما ما فيهم خربشه. عندي زقزق لحالها معروف في سنجل، الزقزق والزقزاق. الزقزق اللي هما نفس الكلمتين شو معناها؟ ليفت ليفت او رايت رايت، يعني هم واضحين ما بدهم خربشه. هي نيجي لما اجي احكي زق زق، هذه معناها ليفت ليفت او رايت رايت. اذا اختلفت الكلمات زق زاك، هاي معناها ايش؟ رايت ليفت او ليفت رايت، ما بخربشوا هم. قبل ما ينهيها حدا عنده اي سؤال؟ طيب نروح ل للآخر نوع من أنواع التري، واللي هم ال البي 3. البي 3 هي مختلفة شوي عن كل أنواع التريز اللي أخذناهم قبل. أول شغلة من ميزات البي 3، هذه هي طبعا شكل البي 3 عندي. في عندي أكثر من خاصية. أول شغلة في البي 3 كل الداتا عندي مخزنة في الليف. الداتا كلها مخزنة في الليف، فبالتالي النود اللي فوق ما في عندي داتا. طب إيش هو النود اللي فوق؟ النود اللي فوق الداتا اللي فيهم هي دايركشنز، بتوجهني وين اروح. يعني على سبيل المثال هاي بتحكي لي انه اقل من 16 روح على الشمال، يعني شو الارقام اللي انا امشي فيها؟ اقل من 16 روح على الشمال، غير هيك روح على اليمين. هي نفس الشيء، 22 اقل من 22 روح على اليمين، اعلى من هيك روح على الشمال. باجي هان بحكي لي اقل من 41 روح على الشمال، من 41 ل 58 روح على الوسط، 58 في اكبر روح على اليمين. فهذول هم دايركشنز بنسميهم، والداتا مخزنه كلها عندي بالليف نودز. طب هل هذه باينري تري؟ لا لا ليش؟ مش باينري، لأنه متخزنش أكثر من نود. لانه سامح لي بالضبط، ممكن يكون عندي اكثر من تو نودز. الباينري تري ما فيها ماكسيمم تو نود، انا عندي ممكن يكون عندي ثلاث نودز، فبالتالي هي ليست باينري تري. فانا بحكي لي من ميزات التري هي بي 3 از اوردر اوف ام. اوردر اوف ام يعني لما يحكي لي اوردر اوف خمسه مثلا او اوردر اوف اربعه، انه الماكسيمم نمبر اوف نودز ممكن يكون عندي، او في تشيلدرنز ممكن يكون عندي اربعه، هذه بنسميها اوردر اوف اربعه، والمينيمم اثنين. هاي انتبهوا انه النود ما بزبط يكون لها اقل من تو تشايلد، والماكسيمم اللي هو ام اللي انا بحددها، لكن اقل من اثنين هذه عامه ما بزبط يكون عندي اقل، ما بزبط بيرنت له تشايلد واحد. فانا بحكي لي ذا روت از ايذر ليف اور هاز بتوين من اثنين لام تشيلدرن، هاي الروت الها من اثنين لام تشيلدرن. All leaves are at the same depth. All data stored in the leaf. بحكي لي انا ابي 3 اوف اوردر 4 مور بوبير الاثنين ثلاثة أربعة، هذه معناها إنه التشيلدرنز ممكن يكون عندي يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، إذا كانت أوردر أوف أربعة. أقل شيء اثنين وأكثر شيء أربعة، وبي 3 أوردر أوف ثلاث معناها ممكن يكون 2 أو ثلاث. بي 3 إز أنوت باينري سيرش تري. طيب خلينا هنا نشوف مثلا على سبيل المثال، هنا التري هاي اللي عندي بحكي لها هي اوردر اوف ثلاث. اوردر اوف ثلاث انه ممنوع كل نود يكون لها اكثر من ثلاثه تشيلدرنز. طبعا الداتا بتتخزن في الليف عدا بنفس المبدا، يعني انا هاي النود الليف كم داتا ممكن تخزن فيها بنفس الاوردر. اذا حكى لي اوردر اوف ثلاث معناها ممكن اخزن فيها ثلاثه داتا فقط. اذا حكى لي اوردر اوف اربعه ممكن اخزن فيها من اثنين لاربعه داتا. تمام؟
فهذا بالنسبه لعدد النود بالليف، عدد الداتا بالليف. النودز انا فهمت تمام، النود هما من اثنين لام، كمان الداتا اللي بالليف هما من اثنين لام. فانا حكى لي اوردر اوف 3، اوردر اوف 3 معناها كل بيرنت له ماكسيمم 3 تشيلدرنز، والليف والداتا اللي بتتخزن بالليف هي ماكسيمم 3 داتا. طيب هنا على سبيل المثال حكى لي انسرت 18 تمام، طلب مني اضيف 18، كيف بدي اضيف ال 18؟ راح اجي هنا هي على الروت، 18 هي اقل من 22 ولا اكبر؟ اقل من 22 أقل. طبعا بالضبط، بس بدي انتبه الرقم اللي هان هي اقل من 22 تحت، 22 يساوي فاعلى على اليمين، وبالتالي 22 مش داخل بالليفت، فاقل من 22 راح اجي هان. طيب هنا ال 18 هل هي اقل من 16 ولا اكبر؟ لا اكبر، اذا بحكي يروح على اليمين. على اليمين راح اضيفها بالترتيب 16 17 راح اضيف هنا 18. هل هذه بتعمل لي مشكلة في القوانين اللي حكينا عنها؟ إضافة ال 18 هنا هل بتعمل لي خلل بالقوانين اللي حكينا عنها؟ لا ليش؟ لأنه بصير ثلاثة، ثلاثة مسموح ما عندي مشكلة، فبالتالي هي بضيف ال 18 ما عندي مشكلة. النود الأخيرة فيها ثلاثة وأنا حكى لي هي أوردر الثلاثة، فبالتالي ما في عندي أي إشكال. طيب الواحد، لو بدي أضيف الواحد، الواحد أقل من 22 أقل من 16 بده يجي على الترتيب هان. طب هذه بصير فيها قديش عدد الداتا؟ أربعة أربعة، عمل بريك للروت والماكسيموم ثلاثة. بالضبط. شو بيعمل هان؟ هنا الروت هاي او النود هاي بيعملها بريك، بقسمها ل قسمين، بياخذ الثمانية والواحد مع بعض و11 و12 مع بعض. فانا هنا كم تشيلدرن صار عندي؟ لل 16 ثلاث بالضبط ثلاثة. هل الثلاثة كسروا الرول؟ لا لا مسموح، اذا هنا هذه اللي راح اشتغل عليها. فهي هنا هاي راح الاقي ضاف لي الواحد والثمانية وقسم لي اياهم ل ثلاث اقسام. طبعا بدي اعدل هاي الروت، هاي كانت ايش؟ هذه كانت عبارة عن 16 نقطتين داش. طبعا 16 نقطتين داش انا شو بفهم منها؟ بفهم منها انها باينري، انه لها تو تشيلدرن فقط، فهو بحكي لي اقل من 16 شمال غير هيك يمين، اذا لها اكثر من اثنين لازم احدد بالشكل هذا. فهنا 11 فأقل، طب أنا كيف حددت ال 11؟ ال 11 باخذها من الوسط، يعني من الوسط المينيموم هاي اللي هو أقل من هذا الرقم روح للشمال تمام؟ طب ال 16 حددتها من وين؟ من المينيموم اليمين هيك. فأنا هنا بحكي له أقل من 16 من 11 روح لي على الشمال، طب هنا بين ال 11 إذا كان 11 فأكبر وأقل من مين؟ اقل من المينيموم اللي هان يروح على الوسط. طيب ال 16 فاعلى بده ينزل على اليمين. فانا عدلت البيرنت اللي لها. طيب خلينا نشوف رقم ثاني. انا على سبيل المثال حكى لي انسرت 19. ال 19 وين بدي اضيفها؟ اقل من هان. طيب هل هي وين بدي اضيف ال 19 هان؟ على اليمين هي أكبر من الـ16 وتروح على اقل من اليمين. 16 بالضبط بدها تيجي هان. هان بتعمل لي وين هي؟ المفروض تيجي عند هاي، هاي بصير فيها اربعه، انا عملت بريك للرول صح؟ صح، هان شو بعمل بهاي الحاله؟ تصير 8 و9 لحالهم، 18 و19 لحالهم قصدي. طيب لحال تمام، راح اعملهم لحال. بس هيك بيصير أربعة، وهي محطيني إنه الماكسيموم ثلاث. هاي عملتهم لحال، صار عندي مشكلة وين؟ اطلع على الروت، اطلع ريكيرسيفلي فوق، صار البيرنت هاي لها أربعة تشيلدرن، هو محكي لي أنا عندك الرول هي ثلاثة فقط. فشو بدي أعمل بهاي الحالة؟ بهاي الحالة برجع بكمل، برجع للبيرنت لهاي لل11 وال16، البيرنت اللي إلها هل ممكن أضيف عليه تشايلد جديد؟
فانا بحكي لي انا باجي اطلع على البيرنت، البيرنت مسموح لي ثلاثة وانا ضايف أربعة، لا اذا بحكي لي روح على البيرنت اللي إله، البيرنت اللي إله هل في مكان مجال تضيف تشايلد جديد؟ اه هنا في عندي مجال. تشايلد جديد، فبتم راح اضيف تشايلد جديد، راح اخذ مين التشايلد الجديد هذا؟ 18 19 ولا بس 19 لحالي؟ لا 18 و19، بس هل بينفع 18 و19 اخذهم لحال كنود وحده؟ هو لازم بحكي يكون إلها children، كل بيرنت له مينيموم قديش؟ تو 2 تشيلد، children. ما بينفع اخذ هذه لحالها، بدي اخذ هاي وهاي معها. فبالتالي بتصير هذه هيك تأشر وهذه هان. شو الأرقام اللي بدي أضيفها هنا جوا النود هاي؟ من 16 ل 19 من 16 ل 19؟ لا راح أنا حكينا باجي باخذ المينيموم على اليمين هان هيك، المينيموم 118، بدها تصير أنا إيش 18 نقطتين داش، بالتالي أقل من 18 بده يجي هان، 18 فأعلى بده يجي هان، وبدي أغير البيرنت كمان، وبدي أغير هاي صح؟ كلهم بتغيروا. هسه هاي طالما حذفت هذول أنا منها، هذول حذفتهم منها، شو لازم تتغير هاي؟ تصير 11 داش بدون 16. داش داش صح. البيرنت شو بصير البيرنت؟ 22 البيرنت بده يصير هسه هان ما حد. اخذ المينيموم على اليمين، وراح اخذ المينيموم من هان، وراح اخذ المينيموم من هان. هسه راح اوريكم كيف. يعني 11 18 41. هو هنا حيكون عندي ال هنا، بس هذا بدها تعديل. هاي راح تصير ايش؟ هاي ضفتهم انا تمام؟ هاي ضفت ال 18 النود الجديده، شبكتهم معها وعدلت. الان بس هذا لازم بيانات النود تتعدل. هاي مين اقل من راح يكون عندي رقمين، مين اقل من حتى يروح شمال؟ اقل من 11 اقل من مين؟ بدي ادور على المينيموم نود، يعني الرقم الاقل في الوسط حتى احطه في الفاصل، مين اقل نود في الوسط؟ هيها أقول لك ليش داعي تكسر العدل ما تكون إسرائيل. تمام. انا بصير عندي 16 أنت الشربين وتقول إسرائيل. بس يعني هذا حد ما يخلي 11 تمام. تحصل وحط طرق. ناس يا أخي راح يعلموها شو عليك الباص. خبر ل بسام طيب تمام يا جماعة. هي هان هذا راح تصير 16 نقطتين، مين راح يجيب على الجهة الثانية؟ أقل جهة باليمين هان، مين أقل جهة باليمين؟ 22 بتصير هاي 22، فبالتالي هذا شو بصير فيها؟ 16 فأقل بده يجي على الشمال، بين ال 16 يعني 16 فأكبر لو أقل من 22 بده يجي هان، وأكبر من 22 بده يروح على اليمين. فهاي مهم أنا أعرف كيف أعدل في الداتا هذول. كمان مرة أنا هان لما بدي أجي أعدل هاي راح آخذ هاي صار إلها ثلاثة بطل داش، بدي أجي أول رقم بدي أخذه المينيمم من هان، والرقم على الجهة الثانية بدي أخذه المينيمم من هان، وهم كلهم هيك. يعني هان ال11 هي أخذت المينيمم اللي هان، ال18 هاي أخذت المينيمم اللي هان، هاي اشتغلت نفس الشيء، هاي ال41 أخذت المينيمم اللي هان، وال58 أخذت المينيمم اللي هان. طيب بدي أضيف ال28، شو بدي أعمل هان؟
بس مع العلم انه انا عدلت في هذول راح ارجع اضبطهم. هذول المفروض يكونوا عندي زي ما حكيت 16 نقطتين 22. ال 28 وين بدها تروح؟ هي اكبر من 22، فبالتالي راح تيجي هان. طيب 22 راح تيجي وين؟ راح نزلت هان. وين بدي اروح؟ اقل من ال 41. عفوا، انا ال 8 اللي هان ال 28، ال 28 اكبر، وال 28 اكبر من اقل من ال 41، فبدي اضيفها وين؟ بدي اضيفها في مكانها هنا، هيها 28 صح؟ هل في صار في عندي بريك للرول هنا؟ صار بريك صاروا أربعة. هل ممكن أضيف تشايلد جديد للبيرنت هذا؟ لا ما بقدر لأنهم هم أوريدي ثلاث، بدي أروح وين على البيرنت هان؟ هل ممكن أضيف تشايلد جديد هان؟ عند ال 18 شو عندي 18؟ لا ماليش دخل تحت، أنا ما برجع، أنا برجع ريكيرسيفلي على البيرنت. هون لا ما بقدر هاي ما بقدر، إذا شو بدي أعمل هان؟ بدي أعمل ليفل جديد كامل. بدي أضيف ليفل جديد كامل بهاي الحالة. خلونا نجي شو يعني نشوف أو كيف نمشي فيها. ليفل جديد، ليفل جديد زي هيك. تمام؟ هذا الحكي أهي، أنا جيت ضفتها هان 28 سببت لي إشكال. شو اللي بدي أعمله؟ بدي أعمل ليفل جديد، ليفل جديد انه بدي الروت هاي بدي احط عندي تحتها اثنين، واثنين هذول بصير في امكانيه كل واحد فيهم ياخذ ايش ثلاث. بهاي الحاله بعدل التري كامله. طيب خلينا نشوف هاي زي هيك. هان بدي اضيف هسه تو روت تو نودز جداد. هي هان وهي هاي نود، راح اجيب عندي واحدة على اليمين واحدة على الشمال. طيب كل نود ممكن تاخذ على الاقل اثنين، فبالتالي اللي هاي اللي هنا اللي انا ضفتها جديد مين راح يروح معها؟ هاي راح يروح معها هاي. تمام؟ طب هاي بده يجي معها، مين بده يجي معها؟ هذه الاصل انا اعمل بريك هان صح؟ مش هذول هم اصلا كثار، فانا بدي اعمل بريك وارفعهم للبيرنت. كيف بدي اعمل عليها؟ كيف بدي اعدلها هاي؟ كيف بدي اعمل بريك للليفز اللي تحت هذول؟ بعملهم بيرنت جديد صح؟ فبصير عندي هذول اثنين مع بيرنت وهذول اثنين مع بيرنت. هيهم زي هيك حيصيروا. اذا هنا راح اضيف بيرنت جديد، هي هذا البيرنت حيصير ياخذ اثنين فقط، وبعمل كمان واحد جديد زي هيك. هي كمان بيرنت، فبالتالي اخر اثنين يروحوا على البيرنت هذا. وهذول يظلوا زي ما هم. وهان باجي بحكي هاي بتاخذ التوتش حتأشر على الاثنين زي هيك. هاي هيك عملت ليفل جديد. هاي عملت بريك للرول انا؟ لا. هيك انا عملت ليفل جديد. هسه بس ضل عندي بدي اعدل الارقام الدايركشنز كلهم. واضح بس انا كيف انا عملت البيرنت الجديد؟ شوفوا اللي قبل، خلينا نرجع اللي قبل. هيو حكيت انا في عندي مشكله عند اضافه ال 28، فبالتالي بدي اضيف ليفل كامل جديد. ليفل كامل جديد ايش يعني؟ بدي اجي هنا فوق الثلاث هذول وتحت الروت بدي اضيف نود تو نودز جداد. تو نودز هذول اثنين راحوا لنود، وهذا كونها اصلا فيها مشكله وبدها تعمل بريك عندها اربع تشيلدرنز بس تعملهم بريك بدهم يصيروا تو نودز جداد. فجيت هنا ضفت كمان نود لهاي وخليتها تاشر هاي وعلى هاي على هاي.
واضح يا جماعة؟ هذه مهمة. لو أجي سؤال زيها نعرف كيف ما نخطأ. لو أنا بدي أضيف ليفل كامل جديد بدي أتبع الخطوات صح. طيب الآن بدي أعدل الأرقام، كيف بدي أعدل الأرقام؟ يلا نبلش في الروت. الروت شو الرقم اللي بدي أخذه؟ الروت هسه صار عنده كم داش؟ باينري 2. ال2 بده ياخذ ايش؟ رقم ونقطتين وداش. شو الرقم اللي بده يجي عند الروت؟ اللي هو المينيمم في الرايت هاند اللي هو ايش؟ 22. فبالتالي بدها تصير ترجع 22 داش. طيب النود هاي شو راح تاخذ؟ واحد وأربعين بالضبط مينيمم رايت. طيب 41 نقطتين داش خلصنا. طب هاي ستاش 16 نقطتين داش. راح تصير زي هيك. هاي بعد التعديل وبعد ما زبطنا الارقام راح تصير عندي شكل 3 زي هيك. اي سؤال يا جماعه؟ هسه في شغله في عندي بحكي لي في عندك طريقه ثانيه اذا صار عندك اشكال اللي هو another way to handle insertion at leaf node without splitting the internal node by searching for siblings with two keys. بحكي لي في طريقه ثانيه بدل ما تعمل split عند البيرنت ممكن تدور من السبلينج. يعني زي هان بدي اجي اضيف 70 مثلا، 70 اكبر اكبر، هان بدي اجي اضيف 70 تعمل لي مشكلة. هل أقعد أعمل سبليتنج فوق؟ بحكي لا، ممكن تستأجر أو تعمل السبلينجز. سبلينجز قديش في؟ في اثنين، ودي وحدة عليهم عليه وحل الإشكال. فودي 58 هان بصير عندك ثلاثة، والنود اللي صار فيها إيش؟ الثلاثة هذول. هيك صرت تمتحن طلعت من الإشكال. بس بدي أنتبه أنا بروح للسبلينجز من نفس البيرنت، ما بروح من سبلينج لبيرنت ثاني، يعني ما بصير اخذ من النود هاي كونها لبيرنت ثاني. هاي طريقه ممكن اروح انا اعمل فيها هاند الا ايشو زي هاي، حتى وظل محافظ على الرول زي هيك. هيك ظل عدلت، طبعا عدلت الرقم اللي فوق وظلت محافظ على الرولز تاعيت التري. طيب عندي الديليشن، خلينا نشوف الديليت شو بدي اعمل. نفس المشكله، اذا صار عندي مشكله بالرولز لازم اعمل ريكونستراكت. على سبيل المثال انا حكى لي حذف لي 16، 16 هي ها حذفت ال 16، ال 16 شو بتضل عندي مشكله؟ شو بتعمل مشكله عندي؟ انه يظل عندي child with one data ممنوع. شو بدي اعمل فيه؟ هل اضيف بضيفه للأول للنود اللي جنبه. لو ضفته للشمال بصير البيرنت نفسه عنده child واحد صح؟ فهنا مشكله. بهاي الحالة بحكي لي بدك تاخذ تشايلد من البيرنت اللي جنبه. يعني هان تمام راح اضيف ال 17 هان وهذه بتروح حتى احل الاشكال انه يكون في عنده تو تشايلد. باخذ هاي وبحل الرول وبعدل الارقام الدايركشنز اللي فوق، بعدل هاي وهاي بشوف شو بحيتغير عندي. يعني هاي خلينا نعملها. هان ضفت 17، هاي راحت، هاي صارت هان، هذه انكسرت. كل شيء بده يتعدل عندي. 22 هاي شو بدها تصير؟ واحد وأربعين هيك هيك 41. طيب هاي شو بدها تصير؟ 22 22. وهنا هاي شو بدها تصير؟ 58 داش صح؟ لأنه صارت تو نودز. صحيح. طيب هي صاروا معي بالشكل هذا. وعليها ممكن اشتغل باقي الأمثلة، انه اي شيء بدي احذفه بدي اضبط الكونستراكشن تبعت التري وحتى احافظ على كل الرولز. هذا هو بالنسبة للبيتري، هي فكرتها يعني
ابسط شوي من التريز الثانيات، بس بدي انتبه اني ما اتخربش في وانا اضيف او انا احذف، خصوصا لما بدي اعمل ليفل كامل جديد ما اتخربش في الاستراكشر تبع التري. حدا عنده اي سؤال؟ احنا هيك بنكون يعني انهينا اليوم. اللي طبعا بكره راح نعطي محاضره تعويض على الساعه 11 برضو، هنحكي حنبلش في الهاشينج، فكمان مرة بكرة حيكون عندنا محاضرة تعويض بنفس الوقت الساعة 11.